ونتحول معكم الآن لمتابعة أهم وآخر أنباء المال والأعمال. أخبار الاقتصاد مع مصطفى نزار. مصطفى. شكرا محمد عبد الله، شكرا ليلى عمر. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة أولى وجديدة في أخبار المال والأعمال في نشرة التاسعة. أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فعاليات الجلسة الختامية الخامسة للمنتدى الفكري للمركز، وذلك لمناقشة دور القطاع المالي في دعم النمو الاقتصادي في مصر. وخلال الجلسة تم استعراض عرض تقديمي حول وضع الأسواق العالمية في ظل المتغيرات المالية الحالية ومؤشرات القطاع المالي عالميا في ظل استمرار سياسات التشديد النقدي، بالإضافة إلى آفاق القطاع المالي والمصرفي في مصر ومؤشرات أداء البورصة المصرية، وذلك في ضوء التحديات العالمية، إلى جانب عرض التوقعات المستقبلية للقطاع المالي في مصر. شارك رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع في اجتماعات الجلسة العامة للجنة السلامة البحرية بالمنظمة البحرية الدولية والتي تنعقد بمقر المنظمة في لندن. وتهدف اجتماعات الجلسة العامة للجنة السلامة البحرية بالمنظمة البحرية الدولية لمناقشة كافة القضايا والأطروحات ووضع التشريعات المتعلقة بالسلامة البحرية وكذلك الأمان الملاحي للسفن أو لسفن الأسطول البحري العالمي. هذا وقد أوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس كانت سباقة في التعامل الإيجابي مع العديد من المبادرات الهامة والتي دعت لها المنظمة البحرية الدولية في المجتمع الملاحي الدولي، ومن بينها التعامل الإيجابي مع أزمة البحارة من خلال السماح بتغيير الأطقم البحرية في المدخلين الشمالي والجنوبي للتخفيف من وطأة تأثير جائحة فيروس كورونا. أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا على أهمية تكثيف جهود استثمار الفرص المتاحة لزيادة الإنتاج والاحتياطي البترولي، مشيرا إلى أن شركات الإنتاج البترولي في مصر لا زال لديها الكثير لتقدمه. هذا وقد أوضح الملا خلال اجتماع موسع لشركات الإنتاج البترولي بحضور مسؤولي الشركاء الأجانب لهذه الشركات بموقع إنتاج شركة السويس للزيت بخليج الزيت الصحراء. وقد أوضح الوزير أن التواجد في مواقع العمل والإنتاج يوفر لقيادات الشركات متابعة لحظية وقدرة أكبر على وضع الحلول لأي تحديات قد تطرأ. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط متأثرة بقوة الدولار إلى جانب بيانات ضعيفة من الصين أكبر مستورد للخام في العالم، وأثارت مخاوف على الطلب وهبطت في الوقت ذات العقود الآجلة لخام برنت بما نسبته 1.75% لتسجل 72 دولار و42 سنتا للبرميل. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي هو الآخر بما نسبته 1.84% ليحقق ويصل إلى 68 دولار و18 سنتا للبرميل. هذا وقد تراجعت كذلك أسعار المازوت عالميا بما نسبته 1% لتصل إلى 2.26 دولار للتر، وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.84% لتسجل 2.39 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. سجلت الأسهم الأوروبية أدنى مستوى في شهرين، حيث تجاوز حجم المخاوف حيال تباطؤ عالمي في ظل بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين والضبابية حول اتفاق سقف الدين الأمريكي. تجاوز تأثير التفاؤل بتراجع التضخم في بعض اقتصادات منطقة اليورو الرئيسية. هذا وقد أغلق المؤشر ستوكس الأوروبي وأغلق على انخفاض بما نسبته وقدرت ب 1.1% بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ 30 مارس. قادت شركات السلع الفاخرة وصناعة السيارات المرتبطة بالصين خسائر القطاعات في أوروبا بعدما أظهرت بيانات أن نشاط المصانع في الدول الأسيوية تقلصت أسرع من المتوقع في مايو وبسبب ضعف الطلب عليها. هذا وسجل المؤشر ستوكس الأكوسع نطاقا أكبر انخفاض شهري في هذا العام والذي بلغ 3.2% وسط مخاوف بشأن مواجهة سقف الدين وعلامات على تباطؤ اقتصادي عالمي.
وصلنا معكم مشاهدينا الكرام إلى نهاية هذه الجولة في أخبار المال والأعمال، ونعود لاستكمال ما تبقى من أخبار في نشرتنا مع محمد عبد الله وليلى عمر. أشكرك يا مصطفى.